ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل. وفي طبعا شكاوي كتير جات لي وأسئلة كتير جات لي على بيت البرنامج، بس أنا اخترت منهم حاجة مهمة جدا. في عروسة فرحها في العيد محتاجة إن هي تعمل رموش، قالت لي جربت في كذا مكان، كل ما بتروح مكان يا إما الجلو ما بيكونش حلو، بتقعد 10 أيام مع إن المفروض إن هي بتقعد 3 شهور أو 6 شهور الرموش، وما بتكملش معاها. فطلبت مني إن أنا أشوف لها أحسن مكان بيعمل رموش، فعملت سيرش وكده لقيت مكان اسمه وينك. وقبل ما اجيب خبيره التجميل استاذه نهى الكفافي رحت جربت بنفسي عشان اتكلم بقى بثقه. اهلا بيكي استاذه نهى، بجد نورتيني وميرسي على الرموش الحلوه دي، بجد بتعملوا رموش هايله. قولي لي بقى ايه الفرق بين الرموش الطبيعيه والصناعيه وانه احسن فيهم؟ مبدئيا احنا بنشتغل برموش طبيعيه، مفيش صناعي. لا مفيش صناعي، لان هي بتبقى خفيفه جدا على الرمش، لان اهم حاجه بتهمنا في المكان ان احنا نحافظ على الرمش الطبيعي بتاعنا. اوكي، دي اهم حاجه. وطبعا في بقى انواع من الرموش كتير حسب شكل العين وحسب الاذواق. النهارده قلتي لي حسب شكل عينك هرسم لك الرموش، يعني لازم كل عين ليها رسمه رموش معين. يعني انا لو عايزه حاجه مثلا مش فوليوم فانت تقولي لي لا ده لازم كلاسيك اللي هي 1 باي 1. اوكي، بيبقى الرمش خفيف جدا وبيستمر معاكي كتير جدا. اوكي، يعني ممكن يبقى اكتر من شهر. هي الرموش عامه بتقعد من 3 اسابيع لشهر. في 3 شهور و6 شهور اللي جات لي بتكلمني بتقول لي انا رحت مكان قال لي 3 شهور وبعد 10 ايام كلها وقعت، ما استمرتش معاها. هي تقع عشان اكيد راحت في مكان ما ركبهاش صح. اوكي، احنا اهم حاجه عندنا بروفيشنال، بنات بروفيشنال في تركيب الرموش. ليها اي سايد افكت؟ لا لا خالص، حسب بقى. احنا مبدئيا بنهتم بتعقيم كويس جدا. خلوني اتكلم في نقطه التعقيم. انا النهارده رحت المكان، مش مركز تجميل يا جماعه، ده اكني داخله يعني عياده مستشفى كبير، اللي هو كفر للشوز، وبسرعه اغسلي ايدك ويعقموني وحاجات كتير قوي. يعني بجد انا انبهرت من المكان ومن النظافه، لان هي برضو لما سالتني قالت لي انا خايفه اروح اي مكان عشان الكورونا وكده ما يكونش معقم. فلا انتوا بجد روحوا هناك وانتوا مطمنين جدا، كل حاجه معقمه، عياده اكنها عياده مش مركز تجميل ابدا. اتفضلي. وبرضو بتستمر الرموش حسب لو رموش دهنيه فبنحط لها ماتيريال معينه وجلو معين. العين الحساسه طبعا اول حاجه دي ليها جلو خاص بيها، لان عندنا انواع كتير جدا من الجلو. انواع من الجلو؟ طبعا. طب في جلو بيقعد وقت اطول وفي جلو، يعني انا لو عندي مناسبه وعايزه رموش اسبوع مش هطول عن كده. لا، هو دي رموش دايمه يعني بتقعد كتير، مش قبل 3 شهور. طب ينفع حد يعملها وبعد كده يجي يعمل ريموف ان هو عايز يشيلها؟ بسيطه جدا. يعني ولا بيبقى غلط ان هو بيتشال على طول؟ لا لا بنعمل ريموفر ممكن لو تاني يوم على طول. طيب هي برضه عشان عروسه وكده فسالتني على المانيكير الجل والاكليريك، قولي لي الاول ايه الفرق بينهم؟ مبدئيا الاكليريك دي نوع من باودر كده معين. اوكي، الاثنين اكستنشن للضوافر. اوكي، بس الاكليريك بتدوم اكتر من الجل. الاكليريك هما النهارده الجل كده ماده هلاميه كده جدا وانبهرت. وطبعا انواع كتير من والوان وديزاينز كتير جدا. أوكي. وطبعا في ناس بتيجي، يعني اهم حاجه ان ما يحصلش اي ميكروب او للضوافر، لان في اماكن كتير جدا بتيجي بنات كتير جدا بتيجي الاماكن مش معقمه، فبيحصل لها طبعا مشاكل كتير جدا. انا اتعقمت النهارده كتير قوي عندكم. كل شويه اعقم ايدي وانا بعمل الجل. اهم حاجه يعني المكان عندنا بيتميز. ده اللي فرق معايا ان المكان كله معقم وكل حاجه نظيفه. وبعدين الاكليريك بس مش اكستنشن بس، كمان ده في ممكن بيتعمل لو في مثلا بنوته بيبقى ضوافرها فيها صفار شويه، غامقه شويه، فكل في عندنا بقى حاجات تريتمنت للضوافر دي. لما قلت لك نتكلم على موضوع تنظيف البشره والبيبي جلو قلت لي خبيره الدكتوره كريستين تقريبا. كريستين هي المتخصصه في الموضوع ده. يا ريت لو تيجي معانا على التليفون ونكلمها في موضوع تنظيف البشره لما تكون جاهزه معانا كلمونا. طيب ايه المميز عندكم او اللي موجود عندكم ومش موجود في اي مكان تاني؟ الماتيريال بتاعتنا الخامات كلها بتيجي من بره. ويعني المصريين هنا بيتعاملوا كانهم بيعملوا في سنتر بره بالظبط. انا عملت مره في تايلاند لما جيت الصراحه عندكم المكان، انا موجوده بره مصر. الخامات كلها من امريكا ومن كوريا حتى البنات كمان اللي عندكم اللي بيعملوا الرموش والحاجات دي كلها مش مصريين يعني؟ مش مصريين، لا، وفي مصريين طبعا، وفي بنعلم كورسات، بندي كورسات لبنات مصريه بنفس التكنيكال بتاع بره. انتوا بتدوا الكورسات؟ اه. اوكي. طب كلمينا عن البيبي جلو لغايه لما تيجي معانا دكتوره كريستين على التليفون. البيبي جلو عباره عن فاونديشن بيبقى دايم. اوكي. بيتعمل بطريقه معينه، بستبس معينه كده. اوكي. بيفضل كأن البنت حاطه فاونديشن لمده طويله. بيقعد قد ايه تقريبا؟ بيقعد من 3 أسابيع لشهر. حلو قوي. يعني بس لازم فاونديشن لمده طويله كده، لازم اعاده تاني وريتاتش وحاجات كده. بعد قد ايه؟ بعد اسبوعين. اسبوعين اعمل تاتش تاني. تاتش تاني. اوكي. طب لو واحده حامل ما فيش اي مشكله؟ عادي ان هي تعمل؟ لا، ما فيش اي مشكله، ما فيش اي حاجه كيميكال فيه. امين. طيب أمين. في واحده بتقول لي انا عايزه اعمل رموش بس انا خايفه احط قطره او حاجات بعد ما اعمل رموش، هي كانت حامل فيأثر عليها، او تحط مثلا يجي لها التهاب فتحط بقى حاجه او تاخد تابلت بعديها. مبدئيا الرموش مش بتعمل التهاب اصلا طالما بنركبها بطريقه صح، مش بتلهب العين خالص، وطالما الجلو امن وما فيهوش يعني خاص بالعين الحساسه، فمش هيعمل لها اي اضرار اساسا ان هي تحط قطره، مش هتحتاج. طيب بالنسبه للمانيكير الجل او الاكليريك لازم برضه ريفل؟ لا، ايوه، لان الضوافر بتطول. اوكي. فلما تطول بيبقى في فرق كده، فلازم يتعمل عليها ريفل. هي بتقعد قد ايه تقريبا؟ من اسبوعين من 3 أسابيع لشهر. يعني برضو شهر واعمل ريفير حسب نمو الضوافر، يعني لو الضوافر بتطول بسرعه من 3 أسابيع لشهر، بطيئه فممكن يقعد معاها اكتر من شهر. بتختاروا بقى انتوا الشكل ولا اللي بيجي بيختار الشكل اللي هو؟ بص، في ناس، في بنات بتيجي مش عارفه، مش عايزه، يعني احنا نختار لها. في ناس بتبقى جايه بديزاين معين، شكل معين، بنعمله لها لان كل الالوان عندنا. طيب احنا دكتوره كريستين معانا دلوقتي على التليفون. اهلا بيكي. الو. ازيك يا دكتوره، عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. الاول كل سنه وانت طيبه، وان شاء الله عيد سعيد عليكي. ميرسي. كنا بنتكلم على تنظيف البشره، كنت بتكلم مؤسسه نهى فقالت لي دكتوره كريستين هي اللي هتفيدك اكتر في الموضوع ده. اهلا بيكي. بصي، بالنسبه لتنظيف البشره احنا عندنا كذا حاجه لتنظيف البشره. اوكي. ولكن انا حابه اتكلم عن التقنيات الحديثه. تنظيف البشره بيتم عن طريق الهيدروفيشل او الديب لينزنج سيشن. اوكي. في كذا اوبشن عندنا. انا هكلمك عن الهيدروفيشل. الهيدروفيشل نعرفه الاول؟ نعم. ممكن نعرفه الاول، اتفضلي. هكلمك عن الهيدروفيشل. اوكي. الهيدروفيشل ده دي تقنيه حديثه. بتتم اول مرحله فيها 3 خواص. الخاصيه الاولى بتنظف البشره من خلال ميتها والشوائب، وبتنظف الرؤوس السوداء ما فيهاش اي الم خالص. في خاصيه ثانيه فيها بتزود البشره بالهيالورونيك اسيد، ودي ماده اساسيه ومهمه جدا لكل انواع البشره. اوكي. في كمان خاصيه مهمه واساسيه جدا، هي بتخلص البشره من الاكسده. يعني خطوات الهيدروفيشل كمان بتشد البشره، كمان بتعمل على تجديد الخلايا. اوكي. خصوصا الناس اللي بشرتهم دهنيه بيلاحظوا الفرق. السيشن بتاعه الهيدروفيشل بتنعكس ايجابيا على الخطوط الدقيقه والتجاعيد اللي بتظهر على البشره. بتقلل من الخطوط ولا بتروح خالص؟ صوت حضرتك بيقطع. بتقلل من الخطوط؟ بتقلل من الخطوط الدقيقه طبعا والتجاعيد. وفي سيرم مخصص للناس اللي هم في تجاعيد واضح في البشره. في سيرم انتي ايجنت بيستخدم على حسب برضو مراحل العمر اخباري. ولكن كمان الهيدروفيشل بيساعد على البشره الدهنيه بالذات، لان هي يعني بيأثر تأثير ايجابي على الافرازات الدهنيه اللي دايما بيعاني منها اصحاب البشره الدهنيه. اوكي. واللي عندهم برضو حد شباب، لان احنا في تريتمنت خاص للاكني والناس اللي عندها حب شباب. بيروح حب الشباب؟ طبعا بيحتاجوا كذا سيشن. كم سيشن تقريبا؟ نعم. كم سيشن؟ بصي، الهيدروفيشل طبعا في خساره في الاول بتتم للناس اللي عندها حب شباب. اوكي. كل حاجه مرتبطه ب يعني الناس اللي عندها حب شباب بتجي لنا مرتين في الاسبوع، يعني اسبوع والاسبوع الثاني بنبدا نمشي معاها بتريتمنت خاص. وممكن احيانا بيحتاجوا ان احنا نعمل تقشير جرين بيلينج. التقشير الاخضر ده بتبقى مواد طبيعيه كلها اورجانيك، يعني 100%. بتساعد على تقشير البشره خلال 10 أيام، ونبدا بعد كده نحط تريتمنت معالج للاثر الاكلي اللي اتثابت في البشره. ده بالنسبه للهايدروفيشل. كمان ملائم لكل الاعمار. مناسب للحوامل؟ للحوامل احنا ممكن نستخدم ليهم خصائص اوليه زي الاكوا بادل ونعمل لها ماسك وحاجات مرتبطه الانجريدينتس بتاعها مرتبطه بالناس اللي هم الحوامل او اللي بيرضعوا. احنا بيجي لنا ناس كتير حوامل بس بيبقوا قلقانين طبعا ان احنا ازاي نستخدم ده، فبنوريهم الانجريدينتس الاول اخبارها ايه وان الحاجات دي انا ما اقدرش استخدم لها طبعا جرين بيلينج ولا حاجه من دي لان طبعا فيها كيميكال هرمونات وكده. اوكي. عايزه اكلمك عن البيبي جلو. البيبي جلو كنت بتكلم مع استاذه نهى من شويه. اوكي اتفضلي. الخط قطع. نورتيني دكتور كريستينا، وان شاء الله تكوني معانا في حلقه جايه ان شاء الله. استاذه نهى انا بجد كنت مبسوطه بيكي النهارده، والمكان وينك حلو جدا، اتبسطت فيه النهارده جدا جدا. والمره الجايه ان شاء الله بقى نشوف تنظيف البشره ونطلع لايف بقى من هناك ان شاء الله. ان شاء الله. وكل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. الحلقه الجايه ان شاء الله هتكون في رمضان. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم. الى اللقاء.